لا هذا ابو هارون يدردم، اكو فد واحد اذكى من عنده بعد، تخيلوا يعني ابو هارون اكو واحد اذكى من عنده. ما معناها ايه؟ اي عنده ما معناها انت بس على ما معناها افرق منه. فقال شني ابو هارون شو ضايج؟ قال له والله مو ضايج، روح طالع. مو رضا طارش طبعا ابو هارون. نفس قال له شنو سالفتك ذاك؟ هم نفس الموضوع. قال له سالفتي ما تسولف. قال له تحكيها. قال له مو انا بدي انتحر ليش ما تعوفني؟ قال له لا ما اعوفك الا تحكي لي. يابا خلنا انتحر. قال له لا سولف سالفتك. سولف له. قال له انا تزوجت ارمضه عندها بنيه. ايه البنية عجبت أبويا فتزوجها. أوكي؟ فصرت عم أبويا من بيت مرتي. طبعا كلها صحيحة لا تركزون كلها صحيحة. تزوجت أرملة عندها بنية عجبت أبويا تزوجها. فصرت عم أبويا من بيت مرتي. أبويا إجا ولد فصار الولد أخويا من أبويا وحفيدي من مرتي. لأن هي جدته فأكيد أنا جده. اجاني ولد فصار حفيد ابويا وابويا نسيبه لان الولد اخو مرت ابويا وابني خاله من ابويا. هذا لغز حسابي بس مضبوطه كلها انا سويتها رياضيات مضبوطه. اي اجاني ولد فصار حفيد ابويا وابويا نسيبه لان الولد اخو مرت ابويا وابني خاله من ابويا. لان اخو امه وابن ابويا عم ابني لان اخو ابوه. فاكتشفت انا صرت حفيد نفسي وجد نفسي. حلو طبعا. قال له انتحر انا على ابوك لا ابو جابر.